يقال إن الكتاب المقدس هو لاهوت مقاومة، يدعو إلى التحرر من الظلم ومقاومته، لا إلى الخنوع والاستسلام. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى العودة إلى ما عاشه بعض الكهنة في أمريكا اللاتينية، وهناك من صاغ لاهوتا للتحرير. ¿Hasta qué punto podemos necesitar la teología de la esperanza en medio de tanto dolor? Porque en el mundo del sur todavía tiene dolores interminables. من كان يتوقع أن ينتصر عدد قليل من مقاتلي حزب الله على الجيش الذي كان يوصف بأنه الجيش الذي لا يحسن؟ أبناء هذا الشرق لم يكونوا يوما وحدهم، كان الله دائما معهم. فيردادس عالم الجنوب يأتيكم السبت الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.